عندي سؤال لازم اقوله بسرعه قبل ما انساه. يلا جاهز للسؤال؟ ربنا يستر. سؤال عنيف جدا. على حسب السؤال هقول لك على جدا الرد. احنا هنقابل السنغال 3 مرات في شهر. لو خيروك تكسب افريقيا ولا تروح كاس العالم؟ ده سؤال حلو جدا 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 جدا. بص طبعا انا ردي جاهز. هقول لك على ردين. طيب لا هو احنا هنلعب وانت اختار. اصل اقول لك على حاجه. المشاهد اللي يختار. طيب. الفوز باللقب امتع لانه لقب حلو، بس ده كاس العالم. فالوصول لحد لكاس العالم مش بلقب يا تعلب رد. ما انا بفكر، بس انا بفكر معاك بصوت عالي، اصل السؤال صعب. انا اجابتي كاس العالم بعد ما طلعت الكاميرون اقرب واحد ليا في عدد الالقاب. انا كده خلاص رايق، خليته اديته. أيوة كتف. فخلاص لو ما جبتهاش السنه دي ممكن اجيبها في كوت ديفوار السنه الجايه، البطوله اللي بعديها. بحس انك على بعد. وبقول لك ايه، وانت ليه اصلا السؤال الافتراضي؟ لا يعني انا خلاص بقى بنلعب، بس ما تلعبش. احنا لا انا اروح كاس العالم. انا بقى اروح كاس العالم واكسب كاس الامم. ده انت طماع قوي. انت ليه اللون اللي انت لابسه ده اصلا من الاول؟ انا مقفول منك يعني. مش عايز اتكلم زي ما فعلا والله لون الكاميرون. ايوه انا بس الحمد لله عدت على خير. الحمد لله ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده. انا عن نفسي اختار كاس العالم. انا عن نفسي اكسب الاثنين. انا طماع. انا بس عشان اكسب الاثنين محتاج فعلا الماتش الجاي، ومبدئيا اللي هيوصل يعني الماتش الجاي، لان خلاص انا مش يعني انا مش عارف مين بيسحب دلوقتي في المنتخب ومين قادر يوصل. لان لو بتلعب بلاي ستيشن، عارف انت لما يبقى الشرير بتاع الباور بتاعك احمر، احنا اللعيبه بتاعتنا بقول لك لاعبين ماتش زياده، ماتش زياده نص في نص في لا نص وإيه؟ 90 دقيقه. وقصدي طريقك كمان عامل ازاي. اه طبعا ده يعني وساعه قدام. ايوه مين فاهم؟ ناس عماله تفرك في النجيله.